ماذا لو حكيت لك انه احنا بنعرف عن سطح القمر اكثر من اللي بنعرفه عن قاع المحيط الموجود تحتنا؟ تحت هذا السطح الازرق الغامض في بالاعماق عالم ما بتوصله الشمس، ضغطه قادر يكسر الحديد، وبالرغم من كل هذا في حياة هناك، في كائنات ما إلها عيون وكائنات هي اللي بتصنع الضوء، وعندك أسماك أجسامها شفافة، وغيرها من الكائنات العجيبة اللي قدرت تتكيف وتعيش بمكان قوانينه مختلفة عن قوانين الفيزياء والطبيعة اللي تعودنا عليها فوق الأرض. في أعماق المحيط البقاء مش للأقوى ولا للأسرع، البقاء للأغرب. شو اللي موجود في أعماق المحيط؟ وليش هاي الأعماق لسها مجهولة؟ وكيف بتعيش الكائنات هناك؟ والأهم قديش في مخلوقات احنا ما بنعرفها لحد الآن. اليوم رح نغوص لأعمق مكان على كوكبنا. أهلا فيك في أعماق المحيط. أيها السيدات والسادة، أهلا بكم في بوبان، هنا نستكشف الماضي والحاضر والمستقبل. أحد الصباحات الباردة في شهر يونيو 2023 كانت سفينة الدعم بولر برينز واقفة فوق أعماق المحيط الأطلسي، بالتحديد فوق قبر حطام سفينة التايتانيك. على هاي السفينة كان في 5 أشخاص من أثرياء ومستكشفين بجهزوا حالهم لرحلة بأعماق المحيط عشان يشوفوا حطام التايتانيك اللي تعتبر أعظم سفينة غرقت في التاريخ. أجوا الأشخاص الخمسة وركبوا غواصة صغيرة اسمها تايتان، وهي عبارة عن كبسولة صغيرة ما بتجاوز طولها 6.7 متر، مغطية بألياف الكربون والتيتانيوم، مصممة نظريا عشان تتحمل الضغط العالي الموجود على عمق 4 كيلومتر في الظلام عند موقع حطام التايتانيك. فانطلقت الغواصة وبلشت رحلتها لأعماق المحيط، ومع كل طبقة من الطبقات اللي كانت الغواصة بتوصلها كان الضوء بيختفي والحرارة بتقل وصوت المحيط بتحول لهمهمة عجيبة زي كأنه الكوكب بتنفس. في البداية كان كل شيء تمام والرحلة مستقرة، والغواصة بتبعت رسائل لسفينة الدعم بتطمنهم انه كل شيء بيرفكت، لحد ما فجأة الاتصال تشوش وسمعوا صوت حدا بيحكي سقطنا، وبعدها انقطع الاتصال، صمت تام، ما في إشارات، ما في أصوات، ما في رد. يا جماعة طمنونا عليكم، ألو حول، سمعينا، بعدكم موجودين؟ الفاضي، ما حدا بيرد. فورا بلشت أكبر عملية بحث تحت سطح البحر، سفن وغواصات وطيارات وأجهزة سونار كلهم قاعدين بدوروا على الغواصة تايتان اللي اختفت في عمق المحيط، والعالم كله بيراقب. في 5 أشخاص محبوسين جوا كرة فولاذية صغيرة في أعماق المحيط ومحدش بيعرف وينهم، والغواصة اختفت. استمرت عمليات البحث لعدة أيام على أمل إنهم يلاقوا الغواصة وينقذوا الأشخاص اللي فيها، لحد ما تلاشى هذا الأمل بالخبر الصحيح اللي بيحكي إنه الغواصة تايتان ما اختفت، الغواصة انهارت لأنه ضغط المحيط الهائل سحق الغواصة في جزء من جزء من الثانية، فصار انفجار داخلي أو ما يعرف بالإمبلوجن، وما حدا من الأشخاص اللي بالغواصة حس فيه أو حس بأي ألم وهم بفارقوا الحياة لأنه الانفجار انتهى أسرع من لمح البصر، طريقة بتشبه انفجار البالون يا حلوي، زي لما تجيب بالون وتغرز إبرة فيه، بمجرد ما البالون انفجر بيختفي وما بيضل إلا أجزاء بسيطة منه. عشان هيك لحظة انفجار الغواصة انتهت قبل ما الأشخاص اللي بالغواصة يفهموا شو اللي بيصير أصلا. وبعد أيام من البحث تم العثور على حطام الغواصة أو اللي ضل منها قريب من بقايا سفينة التايتانيك. لا تنتهي قصة مغامرة بلشت بشغف لاستكشاف الماضي وانتهت بفاجعة كتبت فصل جديد من تاريخ طويل لمحاولات الإنسان اختراق عالم المحيطات الموجود تحتنا، العالم اللي ما بنعرف عنه إلا شوي، عالم يا حلو فيه مخلوقات بتعيش بدون ضوء وفي جبال أطول من إيفرست. فشو السر اللي مخبيه هذا العالم المظلم؟ السر اللي خلى الإنسان يغامر بحياته على مدار سنوات ليوصل أعمق نقطة على كوكب الأرض. في سنة 1872 قرروا علماء موجودين على سفينة HMS Challenger انهم يكسروا غموض اعماق المحيط لاول مرة عن طريق انهم يرموا شباكهم بالمحيط ويسحبوا عينات ورواسب من اعماق البحار. وهي الرحلة مهدت الطريق لصناعة تقنيات استكشاف المحيط الحديثة وظهور علم جديد اسمه علم المحيطات. يا حلوي الله عليهم يا انوس، هم بيطلعوا رحلات استكشافية وبنبسطوا وبعدين بيعملوا لنا علوم معقدة بالاحياء والجغرافيا بتخلي شعرنا يشيب واحنا بندرسهم. المهم يا حلوي بتمر السنوات وبدخل العالم في صخب التكنولوجيا الصناعة بسنة 1930، وبيجي ويليام بيبي وأوتيس بارتون وبدخلوا جوا كرة فولاذية معلقة بسلك تتمرجح فوق المحيط. بلشوا على مهلهم يغوصوا بهاي الكرة لعمق المحيط، وكانت هاي أول رحلة غطس للإنسان لعمق البحار. قدر فيها ويليام من الشباك الصغير تبع الكرة لأول مرة يشوف كائنات بتلمع بتشبه النجوم، ويشوف أسماك بتولد كهرباء، وشافوا ألوان خرافية ما بتنوصف، ووصلوا لعمق 923 متر، وهذا يعتبر رقم قياسي لأبعد عمق في المحيط قدر الإنسان يوصله بهذاك الوقت. بعدين أجت الحرب
العالمية الثانية وبلش سباق العلم والتقدم. طوروا البشر أجهزة سونار بتكتشف تضاريس قاع المحيط، بالإضافة لأدوات بتسهل عملية جمع الرواسب والعينات الاستكشافية. سؤال يراودني، السونار اللي بيستخدموه عشان يكتشفوا تضاريس المحيط هل هو نفسه اللي بيستخدموه عشان يحددوا جنس الجنين للحامل؟ حلو، أفضل شيء ممكن تعمله هلأ إنك ما تفكر وتكمل معي التسلسل الزمني لمراحل استكشاف أعماق المحيطات. سافر معي لسنة 1960 اللي كتب فيها الإنسان أعظم فصول قصة استكشاف المحيطات، اللي صار إنه جاك بيكارد ودون وولش غاصوا بغواصة تريستي لأعمق نقطة على سطح الأرض، خندق ماريانا الموجود على عمق 10916 متر تحت ضغط شديد ولا بالخيال. بس بالرغم من كل هذا قدروا المستكشفين الاثنين إنهم ينجحوا بهاي الرحلة ويثبتوا إنه ما في شيء مستحيل. بعدها بسنتين استكشاف قاع المحيطات دخل مرحلة جديدة، مرحلة العيون الروبوتية. قدروا العلماء يصمموا مركبات الـ ROVs وهي عبارة عن روبوتات بتغوص بالمي بيتم وصلها يا حلو بكابل. هذا الكابل بيوصل الروبوت بالسفينة الموجودة فوق المحيط على سطح المي. وظيفة هذا الكابل يزود الروبوت بالطاقة ويرسل إشارة الصور والفيديو. بس زي ما تعودنا يا حلو الحياة بتتطور بشكل مخيف والعلم ما بيهدى إلا ليحل المشاكل. فقصتنا بتتسارع خلال الثمانينات وبتظهر المركبات ذاتية التشغيل الـ AUVs، تتميز بإنها بتغوص وتتحرك بالمحيطات بدون كوابل ولا أسلاك. وشايف يا حلو كل اللي حكيت لك إياه يعتبر فسفوسة مقابل التطور اللي وصله الإنسان بعلم المحيطات مع بداية الألفية. مع دخول الألفية الجديدة انطلق مشروع Census of Marine Life. هدف المشروع ببساطة يا حلوي إنه يحصي كل الكائنات اللي بتعيش بالمحيط. بعرف إنهم هم أشبه بالمستحيلة، بس غالبا صاحب الفكرة كان متأثر بتومي كروز والمهمات المستحيلة. بسنة 2003 طلع جهاز الـ ESP، والمختلف بهذا الجهاز إنه بيقدر يحلل الجينات والكائنات الدقيقة وهو في المحيط جوا المي. يعني موضوع إنك تأخذ عينات من المحيط وتسحب الجهاز وتروح على المختبر وتفحص العينات ده بقى من الماضي خلص. وبعد كل هالتقدم تقنيات اكتشاف المحيط، عمق المحيطات بطل مجرد علم بيجذب بس العلماء، عمق المحيطات صار لوحة فنية وعالم سينمائي بيجذب المغامرين والمستكشفين والمخرجين. فبسنة 2012 قرر المخرج جيمس كاميرون اللي أخرج التايتانيك إنه يغوص لحاله في الجزء الأعمق من خندق ماريانا باستخدام غواصة ديب سي تشالنجر، وقدر يصور ويستكشف ويأخذ عينات. والإنجاز كان كبير بالنسبة للشخص اللي أخرج الفيلم اللي بيحكي عن أشهر سفينة منحوسة غرقت في قاع المحيط. أنا حاسس أنوس إنه سردك القصصي بهاي الحلقة مختلف شوي من أول الحلقة وأنت بتحكي لي صنعوا واخترعوا وغاصوا عشان يستكشفوا أعماق المحيطات، بس أنت نسيت أهم شيء بالقصة. شو هي العجائب والغرائب اللي اكتشفوها؟ احكي لي عن الغموض اللي اكتشفوه في المحيطات، احكي لي إنهم لقوا سبونج بوب سكوير باند، اكشف لي المستور يا أنوس. بيعجبني إنك شديد الملاحظة والإحساس يا حلوي. هاي الحلقة عبارة عن عمل سينمائي ما حيستمتع فيها إلا الشخص الصبور، وأنا قاصد إني أحكي لك عن التسلسل الزمني في تطور الغواصات وأجهزة الاستكشاف قبل ما أكشف لك أسرار المحيط، لأنه ما بينفع تستكشف الحاضر بدون ما تفهم الماضي. الله، أما عبرة بصحيح. أوكي بلش بالحاضر وانقع الماضي واشرب ميته. تخلي بالمتعة يا أنوس، أنا متحمس. المتعة اللي بتدور عليها يا حلوي موجودة في أعماق المحيطات، المكان اللي ظروف الحياة فيه مختلفة تماماً بسبب الضغط اللي بيزيد بشكل رهيب كل ما قربنا من القاع، وبنفس الوقت الضوء اللي بيكون شبه منعدم في الأعماق، يعني الظلام دامس. فمن أوائل الأشياء اللي اكتشفوها العلماء في الأعماق كانت مية المحيط البارد اللي بتتسرب عبر التشققات الموجودة في قشرة الأرض. مية المحيط هون بعد ما تسربت وصارت تحت القشرة الأرضية بتكون دخلت للجحيم الأرضي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. المي بيتم تسخينها لدرجات حرارة مجنونة ما بتتصدق، لأنها بتختلط بالماجما الموجودة تحت القشرة، وبعد ما تسخن المي وتغلي غليان بخوف ترجع تطلع لفوق قشرة الأرض عند قاع المحيط عن طريق فتحات اسمها الفوهات الحرارية الهايدروثيرمال فانت. المي وهي بتطلع من هاي الفوهات بتكون محملة بمعادن من صهرة، فلما ترجع هاي المي وتختلط بمية المحيط الباردة بتكون هياكل عجيبة بتشبه المداخن، بسموها مداخن المدخنين السموكرز. بعد هاي المداخن لونها بيكون أسود لأنه المي اللي فيها بتحتوي على كبريتيد الحديد، بسموها المداخن السوداء. وبعد هاي المداخن لونها بيكون أبيض لأنه المي اللي فيها بتحتوي على معادن كباريت وسيليكا، بسموها المداخن البيضاء، يعني مسماها واضح. ولكن يا أنوس المفروض مية المحيط بس تتقابل مع الماجما وتسخن المفروض المي تتبخر، مش تروح تطلع مرة تانية للقاع وتعمل مداخن حمراء وصفراء وبنية. قوانين الفيزياء والطبيعة بتبكي بالزاوية من هاي الخزعبلات. فعلا يا حلو المثير للدهشة إنه درجة حرارة المي اللي بتطلع من الفوهات توصل لأكثر من 340 درجة مئوية. بس بالرغم من هاي الحرارة المخيفة المي ما بتتبخر بشكل تام. ليش طيب؟ بسبب الضغط العالي بأعماق المحيط اللي بيساهم في تقريب جزيئات الماء من بعضها البعض. فجزيئات الماء ما بتقدر تبعد عن بعضها بسهولة عشان تتحول لبخار ماء، لأنه البخار اللي المفروض ينتج من تسخين المي بيتم ضغطه وتكثيفه بسرعة مع المعادن الموجودة بجزيئات الماء، وبالتالي بضل مي. أشبه بموضوع دورة المياه على الأرض اللي أخذناه بالمدرسة وإحنا صغار. مي بتتبخر بعدها بتتكاثف فبترجع مي وتمطر علينا. ولكن مع وجود بعض الفروقات ما بين ضغط المحيط العالي وضغط السماء المنخفض، فاللي بيصير يا حلو إنه جزيئات الماء في قاع المحيط تتكثف وبتضل مي، والسبب
ما بعرفش السبب يا حلوي. الضغط العالي. اعيد عشان ترساخ. هعيد. المي بتتسرب للقشرة الارضية فبتسخن، بعدها بتطلع من الفوهات الحرارية على شكل بخار ساخن بتكثف مباشرة بسرعة اول ما يختلط بمية المحيط الباردة، فالمي ما بتغلي وبالتالي ما بتتبخر. ويكون في علمك يا حلوي انه الاغرب من هاي الفوهات الحرارية هو الكائنات البحرية اللي بتعيش حوالين هاي الفوهات، لانه ما في ضوء شمس بيوصل لهذا العمق، بالتالي ما في بناء ضوئي، اذا ما في غذاء. بس اللي اكتشفوا انه الكائنات بهذا القاع المظلم ما بتعتمد على الشمس زي ما احنا بنعمل. طيب يا جماعة كيف هاي الكائنات بتحصل على غذائها؟ العلماء اكتشفوا انه في هناك عند الفوهات بكتيريا وميكروبات متطورة جدا تصنع غذائها عن طريق عملية اسمها التركيب الكيميائي او اللي تعرف بالكيموسينت، مستغل التفاعلات الكيميائية اللي بتصير بمياه هاي الفوهات. اذا هاي البكتيريا والميكروبات بتشكل الاساس لسلسلة غذائية كاملة متكاملة في قاع المحيط بيعتمد عليها كثير من الكائنات زي الديدان الانبوبية والروبيان والمحار، حتى كائنات بحرية حجمها اكبر كمان، كلهم بنوا وجودهم حوالين دفء هاي الفوهات اللي بتصدر كم هائل من المعادن. هاي الفوهات والحياة اللي حواليها كانت عبارة عن مفاجأة كبيرة لما تم اكتشافها لأول مرة في سنة 1977 قريب من جزر جالاباغوس الموجودة في الإكوادور، لأنه في عالم كامل بيحتوي على حياة ما كنا بنعرفها من قبل. هاي الحياة أساسها معمل تحت سطح المحيط بيحتوي على ماغما ومي ومعادن بالإضافة لضغط عالي جدا، بيكون لنا حياة غريبة ما بتحتاج الشمس بل بتعتمد على كيمياء الأرض نفسها، أشبه بمدينة تحت البحر كلها شغالة بطاقة كيميائية. 17 أكتوبر 2024 في روبوت غوص كان برحلة لأعماق المحيط الهادي، بس هالمرة هاي الرحلة ما بدها تستكشف اللي فوق قاع المحيط، بالعكس الرحلة هدفها انها تستكشف المناطق اللي تحت قاع المحيط، انه شو في ورا هاي الفوهات الحرارية. بسيطة، في حرارة عالية، اجواء سيئة، يعني جحيم ارضي ما في داعي يستكشفوه لانه فيش اشي يستكشفوه. وانا زيك يا حلوي كنت هيك بفكر انه ما رح يلاقوا شيء مهم جوا القشرة تبعت المحيط، بس العجيب الغريب انهم لقوا في حياة هناك. ولحسن الحظ انه روبوت الغوص كان له اذرع بتحمل ازميل، أجوا الباحثين وحفروا في القشرة الأرضية عن طريق الروبوت لعمق 20 سنتيمتر ولقوا في تجاويف دافية ومليانة سوائل، وكان في ديدان أنابيب وديدان شعيرات بالإضافة للقواقع البحرية. وهذا الاكتشاف يا حلو بين لنا إنه الحياة في قاع المحيط مش بس موجودة حوالين الفوهات، لا طلع في حياة تحت القشرة الصخرية لقاع المحيط. متخيل يا حلو طلع في عمق مخفي تحت العمق إحنا لسه ما بنعرف عنه إلا هالقد. وهذا بيفتح الطريق لفكرة إنه أعماق المحيطات يمكن يكون فيها نشاط بيولوجي أكثر من اللي اكتشفناه، من أسماك وبلح البحر وسرطان البحر والروبيان وغيرها من الكائنات الحية اللي بتقدر تتكيف بشكل عجيب بداخل هاي البيئة القاسية اللي ما قدر الإنسان يوصلها إلا عن طريق روبوتات بيتم التحكم فيها عن بعد. والأهم كيف بتقدر الديدان الأنبوبية إنها تحول الكبريت الموجود في المي لطاقة بتتغذى عليها الحيوانات عن طريق البكتيريا اللي بتعيش بداخل جسمها للديدان نفسها. ولكن يا أنوس إحنا شو استفدنا من هاي الاكتشافات؟ فيش حدا فينا رح يروح يعيش في قاع المحيط أو جوا الفوهات الحرارية، فأنت مش حاسس إنه علماء المحيط ناس فاضي وما عندهم شيء يعملوه فبضيعوا وقتهم في هاي الخزعبلات سذاجة ما حصلت شي؟ ولكن يا حلو هاي الاكتشافات إلها أهمية من عدة نواحي. من الناحية العلمية هاي الاكتشافات بتفتح إلنا باب كبير لنفهم دور الفوهات الحرارية في إنتاج الحياة وتوزيع الكائنات في أعماق المحيط بالإضافة للمعادن النادرة الموجودة قريب الفوهات الحرارية. وغير اكتشافنا كمان إنه البكتيريا في قاع المحيط عندها القدرة إنها تحول ثاني أكسيد الكربون لغاز الميثان، غاز الميثان اللي يعتبر المكون الرئيسي للغاز الطبيعي اللي بنستخدمه عشان نولد الكهرباء في محطات التوليد. تخيل بس لو صار وقدر بيوم من الأيام ننتج غاز الميثان بكميات كبيرة من قاع المحيط، الغاز اللي له تأثير كبير على الحياة بالكوكب. ومن منظور كوني بتكمن أهمية هاي الاكتشافات بمعرفتنا لنوع من الحياة ما بيعتمد على ضوء الشمس يا حلوي بل بيعتمد على الطاقة الكيميائية من باطن الأرض. وهذا الشيء بيفتح الباب أمامنا الاحتمالية وجود حياة مماثلة في أماكن تانية بعيدة، أو حتى إنه ممكن يكون في حياة في كواكب وأجرام تانية فيها محيطات عايش في قاعها كائنات غريبة. يعني إنه ممكن يكون في هاي الكواكب فوهات حرارية مائية بتشبه اللي بكوكبنا تدعم حياة غريبة لكائنات احنا ما بنعرفها. يعني ممكن يا حلو الفضائيين يطلعوا موجودين ويجي يحتلوا الكوكب. وبغض النظر يا حلو اذا كنت من الناس اللي بتآمن باحتمالية وجود حياة على كواكب تانية او لا، الا انه احنا فعلا قدرنا نستكشف مخلوقات ما سبق شفناها على سطح الارض زي الاصداف اللي بتضوي بوسط العتمة والاسماك الغريبة اللي الوانها اغرب منها، وغير الكائنات اللي بتعيش عند الفتحات الحرارية زي قنديل البحر العميق العملاق وزي الديدان المختلفة بانواعها من الديدان الانبوبية والديدان الصفراء اللي بتتحول لذهب. وهذا النوع من الديدان الصفراء بتحارب السم عن طريق انها بتخزن السموم والزرنيخ في جلدها وبتحوله لمركب ذهبي اقل سمية فبتلاقي لونها صار زي الذهب. فهاي الكائنات يا حلو بتذكرنا انه كوكبنا لسه بيخفي عوالم كاملة من الغموض والجمال، وبالرغم من كل هاي الانجازات الا انه معظم المحيطات لحد الان غير مستكشفة بالكامل، في خنادق وشقوق ما وصلت الغواصات لحد هلا وممكن يكون فيها نظم بيئية متنوعة وكائنات مختلفة بتستنى فينا نستكشفها. وما بين الفشل والنجاح وما بين الخوف والفضول قدر الانسان يشق طريقه باتجاه اعماق المحيطات وغامر
وخاطر بحياته ليوصل لأعمق نقطة على كوكب الأرض، لأنه المحيطات مش مجرد مي، المحيطات عالم كامل غير مكتشف، عالم كل ما نغوص فيه أكثر بنكتشف إنه اللي ما بنعرفه أكبر بكثير، وإنه أعماق المحيطات مش مجرد مكان مظلم ضغطه عالي، بل هي مختبر طبيعي مليان كائنات غريبة بتعيش بظروف صعبة. هاي الظروف تكاد تكون من كواكب تانية، عشان تلهمنا هاي الكائنات إنه حتى في ظلمة المحيط في حياة وفي أمل وفي غموض بيستنى الشخص الجريء عشان يكتشفه. بالنهاية يا حلوة بوصيك تشرب مي كثير وتتمرن باستمرار وتشترك في القناة لحتى تشاركني في رحلات الاستكشافية الجاية. استنى يا حلوة قبل ما تروح، بعد ما تعبت بهاي الحلقة اسمح لي إني أعطيك كم إفيه بايخ. مرة غواص مبتدئ سأل المدرب كيف أعرف إنه وصلت للقاع، حكى له بس تحس باليأس. ومرة وحش في قاع المحيط أكل سمكة التونة فصار اسمه وحشتونة، بس فعليا حتوحشونا. إلى اللقاء يا أصدقاء.